النهاردة يوم الأجازة، أمي مسافرة رايحة جنازة، وصلتها لحد الباب خبطتني فكرة أستاذة. عندي عدة وعندي سيبيز، والنهاردة يوم الخميس، يعني كله في اللذيذ، ما فضلش إلا التنفيذ. كلمت كل صحابي على طول، ما كانش فيهم حد مشغول، كله كان بيرد يقول يا قشطة يا بيس يا إما قول كده. ما فضلش إلا حاجة بس أفضي البيت من كل العفش، أصلي في ناس تبقى غاوية كاس ومش طالبة تقلب بقفش. حطيت في كل حتة سماعة وحطيت سيدي هادي بتاعة، كله جاهز للإذاعة ولسه بدري فاضل ساعة. قعدت أفكر سألت نفسي أنا لسه هفضل مستني، رحت جبت الميكروفون وصلت وقعدت أغني. أمي مسافرة وهعمل حفلة، بس يا ريت ما تجيش على الحفلة. والحفلة اتمليت في ثانية، مزيكا جامدة وكلها دانس راب هاوس، وكل دقيقة تزيد الناس وانا واقف عالباب محتاس. وفي ناس برا عاملين سياح جايين ومعاهم سلاح، خلوني بقيت مش مرتاح، رحت قافل بالمفتاح وكتبت ورقة عالباب تقول ممنوع دخول اي مسطول لو الكلام ده مش معقول. معلش انا المسؤول، قلت اشوف بقى ناس دي شوية واصحابي حواليا. فجأة رمولي مايك بإيديا وقالولي هاني الأغنية. أمي مسافرة وهعمل حفلة، بس ياريت ما تجيش على الحفلة. مستنيها خدت العربية وجديها، من كتر الزحمة حواليها ملقتش حتة أركن فيها، رحت رميها على الرصيف والمنظر كان بره طريف. ولاد كتير شكلها نضيف، بنات لذيذة دمها خفيف، وجوه ده كان عالم تاني، السما بتمطر أغاني وأنا واقف برقص في مكاني. شفت شلة بنات عجباني، كان فيهم واحدة أعرفها بس ما كنتش بستظرفها، قلت معلش أظبطها علشان أرقص مع أصحابها.